بعد كوبري نسوين بداء من كوبري الدرن يبدا جورجي في اخر شارع من غادي مبانش كويس قاعد الشعب هذا نفس الكوبري نفس الطابور الشارع الأول لا مازال قدام مازال يوصل هذا لمركز مركز هايلاند اللي سيوصل للطابور هذا تخيل طابور في استمرار هذا في هايلاند بس قاعد شعب نفس الشيء نفس الطابور هذا امتداد للشيء اللي بحنا كوبري الدرب للنساء هذا كوبري كله للنساء تبيلك حتى 3 ايام مش توصل كوبري مش توصل الشيء بحضر مركز بوابة لندرس تتصور نفس الطول نفس الطابور نفس الطابور ظاهر أزمة الوقود في طرابلس هذه مازال قدام الطابور مازال مثلش هذا أمام مركز شرطة هايلاندز مازال في امتداد
مش حيعبوا هذا تبي لك حتى اسبوع مش حيوصل ست ايام مش حيعبوا وهذا النساء تو على اساس الشيء الثاني تو. ايه. وهذا طابور الشيل. مغلوق القدام شكلها الطريق مسكرة قدام ناخذه يمين خير خلاص.